بحضور 60 نائبا مجلس النواب يقرر العودة إلى طاولة الحوار مجددا ويشترط 7 مبادئ في الاتفاق السياسي. وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي يناقشون استعادة استقرار ليبيا ومكافحة عمليات تهريب البشر عبر المتوسط. انطلاق حملة نتسامح لنتصالح لتشجير وصيانة الطريق الساحلي بمشاركة عدد من المكونات الاجتماعية بالزاوية. التاسعة من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم مشاهدينا. صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاثنين عقب جلسة عقدها المجلس بمدينة طبرق بأن النواب قرروا العودة إلى طاولة الحوار لمناقشة كيفية تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء. وأضاف صالح أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على أن يكون الحوار داخل ليبيا وبرعاية المجتمع الدولي والجامعة العربية، كما أكد على ضرورة أن تكون تركيبة المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في 7 يوليو 2012. وأشار صالح إلى ضرورة إلغاء المادة 8 من الاتفاق السياسي التي سبق وأن ألغاها مجلس النواب بحسب قوله. مجلس النواب اليوم الثوابت الوطنية الذي يريد تضمينها الاتفاق السياسي، ومن ضمنها أن يتكون المجلس الرئاسي من 3 أعضاء. هذا المجلس الرئاسي يكلف رئيس الوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاسي، يقوم بتشكيل حكومة تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة من مجلس النواب. كذلك أكد مجلس النواب على أن يكون المجلس الأعلى للدولة من الأعضاء الذين انتخبوا للمؤتمر الوطني المنتهي ولايته في 7/7/2012. ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب إدريس بن عمران لليبيا بانوراما إجماع المجلس على العودة إلى الحوار السياسي فاستأنف جلسته الاثنين بحضور 55 عضوا. يذكر أن مجلس النواب علق مشاركته في الحوار في مارس الماضي ورفض الملحق الأول من الاتفاق السياسي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو مجلس النواب السيد خالد لسطى. سيد خالد، مرحبا بك. مرحبا بك. يعني كيف استقبلتم هذا القرار من قبل رئاسة المجلس أو مجلس النواب في طبرق والقاضي بالانضمام والانخراط مجددا في الحوار السياسي واشتراطه لبعض النقاط؟ نعم، مساء الخير لك سيدي الجميع. الانخراط في الحوار وعدول رئاسة مجلس النواب عن قرارها السابق بإلغاء الاتفاق السياسي ورجوعها الحوار، هذا أكيد شيء إيجابي ومشجع وندفع في اتجاهه. الأهم من ذلك هو الآلية، الخطوات القادمة. لا نريد يعني إطالة الوقت، لا نريد استخدام هذه يعني الخطوة لزيادة المعاناة الحالية. فلذلك الخطوات القادمة، طريقة معالجة المختنقات، طريقة إدارة الجلسات، حضور العدد المعتاد من أعضاء مجلس النواب، يعني في الوضع في يعني نستغرب احيانا عندما يحضر 50 نائبا يتجه رئيس مجلس النواب الى التصويت، وعند حضور 120 نائبا ربما يتهرب حتى من الجلسه. نعم. نحتاج الى جديه في اداره هذا الملف. خبر مشجع، ندفع في اتجاهه، يحتاج الى خطوات جديه والى شفافيه اكبر في المرحله القادمه. طيب، بخصوص الشروط التي صرح عنها رئيس مجلس النواب السيد صالح عقيلة صالح، وتحديدا المادة 8 التي أراد تغييرها، يعني ما معنى هذا القرار بالانخراط مجددا في سياق هذا الحوار بين الأطراف الليبية المتصارعة، وفي الوقت نفسه يتشبث بنفس الشروط التي كان يشترطها قبل قرار هذا؟
نعم، فيما يخص الشروط أو ما نسميها نحن مختنقات، بالأكيد هناك بعض مختنقات، بالأكيد نحتاج إلى تنازلات من كل الأطراف، لكن لا يعني ذلك أن تضع شروط مسبقة لتستأنف الحوار، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن تتنازل عن بعض الأشياء حتى يتنازل ذلك الأطراف الأخرى. ثالثا، هذه المختلفات ربما هي يعني تعبر عن وجهة نظرها هو وبعض السادة النواب، لكن في غياب أكثر من 100 نائب على الجلسات، أعتقد أن هناك بعض ملاحظات أخرى على 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 رأسها وأولوياتها هي إصلاح مجلس النواب وتطبيق المواد 16 17 و18. يعني لما يكون هناك إرادة حرة داخل مجلس النواب، حتى أقول واضح، إرادة حرة في اتخاذ القرارات، في الملاحظات، في إبداء الآراء، سيحترم الجميع كل الاختلافات، لكن أن تضع شروط تعبر عنك شخصيا، أنت لا تفاوض باسمك، أنت تفاوض باسم مجلس النواب. هناك سياق مادة 12 في داخل الاتفاق السياسي تشرح آلية الوصول لأي حلحلة لأي مواضيع، فالحل موجود، النية بشكل عام الظاهر فيها جيدة، نحتاج لخطوات عملية، نحتاج لتغيير هذا الخطاب التخويني، التأجيج الإعلامي، حتى تكون فعلا هناك ترتيبات لبناء ثقة لمرحلة مقبلة إن شاء الله. طيب، يعني الحوار الليبي ترعاه منذ بدايته الأمم المتحدة، وللجامعة العربية خصوصا مؤخرا دور كبير في هذا الموضوع أو فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن السيد صالح رئيس مجلس النواب يصر على أن الحوار يجب أن يكون برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية، وكأن الحوار في السابق لم يكن برعايتهما. ماذا تفهم من هذا؟ ما تفسيرك لهذا؟ أعتقد أن خلال الفترة الأخيرة ونتيجة حتى أكون واضحين في كثير من التخبط الحاصل في الجلسات الأخيرة وعدم إدارتها الإدارة الجيدة أعطى مؤشرات سلبية في الداخل والخارج. أراد رئاسة مجلس النواب أن تعطي رسائل إيجابية تقول أنا يعني يهمني أن تكون الأمم المتحدة موجودة وجامعة الدول العربية موجودة، خصوصا وأن المجتمع الدولي بشكل عام، ونحن لا نعول 100% المجتمع الدولي، لكن هذا الواقع أن المجتمع الدولي يطالب في كل اجتماعاته وفي كل طيب هنا مفارقة هنا مفارقة سيد خالد، ولكن المجتمع الدولي والضغط الذي مارسه هو ما جعل رئيس مجلس النواب يعني يصدر هذا القرار أو يصرح بهكذا تصريح، وهو الانضمام مجددا إلى الحوار الليبي، وهنا يتبين أن دور الدول الإقليمية والمجتمع الدولي بشكل عام دور كبير جدا فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية وإدارة الحوار بين الأطراف في ليبيا. نعم، هناك تأثير، حتى أكون واضحا هنا يجب أن نستخدم الألفاظ الصحيحة 100%، التأثير قوي وموجود وواضح في كل الأطراف، ونحن ننظر إلى التأثير الإيجابي بعين الإيجابية، لكن الإنجاز أو الترتيبات النهائية أو التفاهمات النهائية هي مناطة بأطراف الحوار الليبي، يعني إن لم يتجاوب مثلا عرقلت أعضاء مجلس النواب لمنح الثقة خلال الفترة السابقة، لم يستطع الحل، ربما أطراف أخرى، لكن أثر سلبا على حياة المواطن العادية. فأعتقد أن تأثير المجتمع الدولي موجود وبقوة، لكن نحن نعول على 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 أن يكون الخطوات العملية تكون من أبناء البلد. شكرا لك عضو مجلس النواب السيد خالد لسطى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. التفاف ودعم جاد من كل الأطراف حظيت به حكومة الوفاق الوطني دوليا وأيضا عربيا، وعقوبات على من وقف وراء تعثر مسار الاتفاق السياسي كان وراء قرار البرلمان في جلسته الاثنين العودة إلى طاولة الحوار قبل رحيل قطار الشرعية. شهدت الأيام الأخيرة حراكا سياسيا ودبلوماسيا عكس رغبة وإرادة عربية ودولية للخروج بليبيا من الأزمة الراهنة،
في توجه واضح يصب في مصلحة السراج على حساب مناوئيه. فبعد اجتماع قمة الجامعة العربية وتأكيد رؤساء العرب على دعم حكومة الوفاق ودعوتهم للفرقاء إلى الالتفاف حول الاتفاق كحل سياسي وحيد، يأتي تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات 6 أشهر أخرى في حق شخصيات معرقلة للاتفاق تشمل تجميدا للأصول وحظرا للسفر. العاصمة البلجيكية بروكسل تحتضن الاثنين اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا استكمالا لأعمال جلسته في 6 فبراير الماضي، وأكد فيها ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا ضمن تسوية سياسية في إطار الاتفاق السياسي. الاجتماع سيكون بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وفي سياق الدعم الدبلوماسي، جاءت زيارة سفيري ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، حيث تمت مناقشة عدة ملفات أبدى كلا السفيران استعداد بلديهما للعمل مع حكومة الوفاق وتقديم الدعم والتعاون لمساعدة ليبيا على اجتياز الأزمة الراهنة. احتضنت العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك استكمالا للمناقشة الأخيرة للمجلس التي عقدها في 6 فبراير الماضي، وقد أكد فيها ضرورة استعادة الاستقرار في ليبيا من خلال تسوية سياسية شاملة في إطار الاتفاق السياسي. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن اجتماع الاثنين سيكون بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأيضا جامعة الدول العربية. الاجتماع الأوروبي الذي تناول التطورات في سوريا والوضع الإنساني في اليمن لم يستثني الأزمة الليبية التي كانت حاضرة على طاولة مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. رؤية سياسية أوروبية موحدة تعزيزا لدور الاتحاد الأوروبي في جمع أطراف الأزمة الليبية تحت مظلة الاتفاق السياسي. اختلف الاجتماع الوزاري المنعقد في بروكسل عما سبقه من الاجتماعات بمشاركة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي شدد على أهمية توحيد الجهود العربية والأوروبية إزاء سياسة موحدة من شأنها منح فاعلية أكبر لأحداث المجتمع الدولي والتأثير على صعيد متوازن، وتشجيع كافة الأطراف الليبية وخاصة مجلس النواب على الانخراط في حوار سياسي واستكمال تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي الليبي على خلفية سياسية دولية موحدة تجاه الأزمة الليبية، انطلاقا من اعتبار الاتفاق السياسي قاعدة أساسية نحو طريق دعم الاستقرار في ليبيا. وزراء أوروبا شددوا على التزامهم بدعم اللجنة الرباعية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، مؤكدين تطلعهم للخطوات التكاملية التي يمكن أن تتخذها الأطراف الأربعة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا، ويتوقع أن يتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل للمجموعة والمقرر عقده في مايو القادم ببروكسل. ناقش سفير ألمانيا الاتحادية إلى ليبيا كريستيان بوك مع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة مجالات التعاون بين البلدين لتسهيل الحياة اليومية للمواطن الليبي. جاء ذلك خلال زيارته الاثنين لمقر وزارة الخارجية، كما أبدى رغبة بلاده في تقديم الدعم والتعاون لمساعدة ليبيا على اجتياز الأزمة الراهنة، وأعلن عن لقاء سيجمعه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. كما كشف بوك أنه يعمل على إعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس في أقرب وقت ممكن. في الوقت الحاضر وتعمل على التغلب على المشاكل وعلى الظروف الراهنة في البلاد.
غادر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الاثنين القاهرة متوجها إلى تونس بعد زيارة قصيرة لمصر، حيث بحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. قال كوبلر في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك إنه أجرى حوارا بناء في مصر مع قادة دبلوماسيين وعسكريين على سبيل تنشيط العملية السياسية الليبية. قدمت منظمات حقوقية دولية عددا من الملفات للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن كما كبيرا من الأدلة والصور ومقاطع الفيديو التي تثبت تورط قوات حفتر وقادته في ارتكاب جرائم حرب في بنغازي. وأفادت أنباء عن مصدر حقوقي مقرب من المحكمة أن المدعية العامة في الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت إن ما حدث في جنفودا يشبه إلى حد كبير ما حدث في سربرنيتشا في أعوام ماضية. وأكدت بنسودا أن الجنائية الدولية لن تسمح بتكرار المذابح في بنغازي، مبدية عزمها على ملاحقة من ارتكبوا تلك الانتهاكات. نفى رئيس مجلس أعيان وحكماء الجفرة أحمد أبو طالب لليبيا بانوراما الاثنين الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام عن هبوط طائرة شحن عسكرية قطرية في القاعدة الجوية بالمنطقة، مؤكدا أنه في حال حدوث مثل هذه الخروقات للسيادة الوطنية فلن يتم التستر عليها. وشدد أبو طالب على ضرورة عدم نقل الأخبار التي تفتقد للمصداقية والتأكيد، مطالبا كافة وسائل الإعلام بتحري الخبر من المصادر المسؤولة. تشهد مدينة سرت إلى جانب استمرار الدوريات الميدانية والجوية لمطاردة عناصر تنظيم الدولة الفارين جنوب المدينة استئناف العمل بعدد من المؤسسات وتفعيل خدمات الاتصالات واستمرار التنسيق لعودة الأهالي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. يستمر العمل بمدينة سرت من أجل عودة الحياة في كافة أحيائها ومحو آثار الحرب التي كلفت الكثير في سبيل التخلص من تنظيم الدولة. لجنة رجوع النازحين بالمدينة أعلنت أنه فور انتهاء أعمال إزالة الألغام وتوفير الخدمات الأساسية سيتمكن سكان عمارات 600 من العودة إلى منازلهم، لينضموا بذلك إلى أزيد من 9000 عائلة تمكنت من العودة للأحياء التي تم تأمينها من قبل قوات البنيان المرصوص. خدميا تمكنت شركة هاتف ليبيا من إنهاء أعمال صيانة منظومة الاتصالات الخاصة بالمصارف التجارية بالمدينة، في حين أعلن مدير مستشفى ابن سينا التعليمي محمد السريتي استئناف العمل في عدد من الأقسام الثلاثاء بعد تجهيزها من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق. أما ميدانيا تستمر غرفة العمليات في تسيير دوريات استطلاع برية وجوية لمراقبة تحركات عناصر التنظيم الذين فروا جنوب المدينة تخوفا من تسللهم للأحياء السكنية التي عادت إليها مظاهر الحياة. عقد بمقر وزارة التعليم بالعاصمة اجتماع موسع ضم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وأعضاء من مجلس النواب ومكاتب التعليم ببلديات طرابلس الكبرى لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه التعليم بشكل عام. التقرير التالي وتفاصيل أكثر. ديوان وزارة التعليم بالعاصمة طرابلس احتضن اجتماعا موسعا ضم وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وأعضاء من مجلس النواب بالإضافة إلى مسؤولي مكاتب التعليم ببلدية طرابلس الكبرى، وذلك للوقوف على أبرز المشاكل التي تعرقل سير العملية التعليمية في كافة أنحاء البلاد. بناء على دعوة من السيد وكيل وزارة التعليم لمناقشة بعض البنود الخاصة بالعملية التعليمية، دورنا هنا متابعة هذه الإجراءات وتقديم الخدمات ما أمكن ذلك.
من ضمن الموضوعات التي طرحت للنقاش هي استكمال منظومة قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات التعليمية كافة، التي ستساهم في تقديم الإحصائيات الدقيقة والتي ستنعكس بدورها إيجابيا على آلية ميزانية الصرف على التعليم. قاعدة البيانات نعاني من مشكلة عدم وجود قاعدة بيانات سليمة لأعداد المؤسسات التعليمية وأعداد الطلاب. لدينا منظومة تحتاج منا إلى الوقوف والمساندة والتعاضد. بالنسبة لوزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، ترى أن كل المؤسسات التعليمية داخل ليبيا هي مسؤولية ملقاة على عاتقها من حيث توفير الكتاب والمستلزمات التعليمية وصرف العهد لها. خلص اجتماع الحاضرين إلى ضرورة تقديم التنازلات وتوحيد قطاع التعليم وإنجاحه في ليبيا والعمل في خط واحد، وضرورة التعاون من وزارتي المالية والتخطيط في إعطاء الأولوية في صرف ميزانية التعليم، خاصة فيما يتعلق بالبند الثاني والطوارئ، حتى لا يكون هناك عائق يعيق أحد دعائم الدولة المهمة. هذا لما يدخل نحن على الموقع الرئيسي للنظام المركز لواء. انطلقت من مدينة الزاوية الاثنين حملة نتسامح لنتصالح لتشجير وصيانة الطريق الساحلي بمشاركة عدد من المكونات الاجتماعية بالمدينة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. قامت حملة نتسامح لنتصالح انطلاقا من مدينة الزاوية وبمشاركة جميع مكونات المدينة الاجتماعية بحملة لتشجير وتنظيف وصيانة الإضاءة في الطريق الرابط بين الزاوية وجنزور. يعني حوالي 3 أيام من اليوم، ومستمر إن شاء الله حتى إلى يوم الخميس إن شاء الله في تعمير وتشجير الطريق الساحلي. والله ولي التوفيق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله دائما نكونوا على حسن الظن ونكونوا حسن على الوقت المناسب، التسامح والتصالح ولم الشمل وجمع الكلمة إن شاء الله. وتهدف هذه الحملة حسب تعبير المنظمين لها لتعزيز مبدأ المصالحة بين المدن والقبائل الليبية ونشر ثقافة التسامح والتصالح. الحدث هذا ندل إنما يدل على غرس القيم التي كانت مفقودة عند الليبيين، ألا وهي قيمة التسامح، قيمة التعايش السلمي، قيمة المصالحة الوطنية التي بها نستطيع أن نبني دولتنا على أكمل وجه. الطريق الساحلي وإغلاقه قضية شغلت الليبيين وأضرت بمصالحهم، وإعادة فتحه تخفف ولو قليلا من معاناة المواطنين. والأهم من ذلك أن مثل هذه الحملات قد تنجح في تعزيز روح الأخوة بين أشقاء الوطن التي أفسدتها الانقسامات السياسية. وحول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا هنا في الاستوديو عضو المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى جمال كامل تيتي. مرحبا سيد جمال. مرحبا سيد. يعني من المعلوم أن هذه الحملة ربما ستأخذ 3 مراحل، أنتم الآن في المرحلة الثانية كما أخبرتني قبل قليل. يعني هل أنجزتموها بالكامل، وما هي المرحلة الثالثة التي ستذهبون إليها؟ طبعا المرحلة الأولى كانت استكمال لما بدأه الخيرين في فتح الطريق وتسهيل مرور المارة من هذه الطريق، فاستثمار لهالحالة. قررنا أن احنا نعمل شيء يأكد مبدأ التعايش السلمي ومرور الليبيين بسلام وأمان، فقررنا أن نعمل حملة تحت شعار نتسامح لنتصالح. المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى أخذ على عاتقه أن يكون المبادر لهذه الحملة من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي ابتدأت في يوم السبت الماضي في مدينة صياد والماية، انطلقت من نادي العزيمة. الحمد لله بفضل المولى عز وجل قدرنا أن ننجز الكم الأكبر فيها. بعد ذلك استلمت أهالي تلك المدن الحملة وباشروا في استمرار استكمال تنظيف الطريق وإزالة المخلفات، وكذلك شركة الكهرباء لاستكمال صيانة الإنارة بالطريق. اليوم كانت المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية ابتدت من مدينة الزاوية بوابة الصمود، فكان استقبال أهالي الزاوية من جميع مكوناتها أمر يعني صراحة اليوم ما كناش نتوقع أن يكون هالكم الهائل من المكونات خوتنا من الزاوية. لماذا لم تتوقعوا؟ يعني من البديهي يعني تم يعني افتتاح طريق رئيس كان مغلق لفترة طويلة، من الطبيعي يعني نظرا أن اليوم مش يوم السبت، كان يوم عطلة، اليوم يوم عمل عادي، فتوقعنا أن الناس في أعمالهم، ولكن سبحان الله يعني الناس لما عرفوا أن المرحلة الثانية ستبتدي من الزاوية دون علمهم، كان الموضوع مقرر أمس فقط يعني لأن الحملة جت بسرعة كبيرة جدا جدا لاستثمار هذا الحدث اللي وفت على الطريق. فكان اليوم الكم الهائل من أخوتنا في الزاوية واستقبالهم لينا وترحابهم ورحبوا بالفكرة المبادرة، لدرجة ان هم الحملة خلوها مش للطريق الساحلي، الحملة خلوها على مستوى مدينة الزاوية، كان استنفار عام لأهل الزاوية، شباب كشافة، النوادي، مؤسسات المجتمع المدني، مجلس الأعيان والشيوخ، كذلك الأخوة أعضاء البلدية، شركة الخدمات، شركة الكهرباء، أنا ما قدرش نذكرهم كلهم، ولكن كان اليوم حافل جدا جدا يعني. ماذا عن المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة إن شاء الله قرر المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى أن تكون في جنزور ابتداء من يوم الأربعاء والخميس. إن شاء الله حتكون يعني مدينة جنزور كما عهدناها، إن هي أو منطقة، لأن هي بلدية جنزور تتبع طرابلس، كانت في مهرجان الربيع، مهرجان السلام لجنزور، فكانت منشغلة جدا، ولكن اليوم كنا في اجتماع معهم ونسقنا بحيث أن المرحلة الثالثة ستكون في جنزور يوم الأربعاء والخميس، وأبدوا استعدادهم الكامل لهذه الحملة وختامها مسك. طيب يعني أنتم كان لكم دور في موضوع المصالحة وفتح الطريق من جديد، لو تحدثنا بإيجاز بقدر الإمكان عن هذا الدور الذي لعبتمه. دور المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى يعني ليس في موضوع فتح الطريق، بل في أغلب الأماكن التي فيها احتقان أو اشتباكات ما بين. نريد دوركم فيما يتعلق بموضوع دور التواصل، الموضوع كبير، بداية التواصل والتنسيق مع أهالي منطقة المايا وكذلك جنزور وكذلك الزاوية، إن الأمر هدايا ضروري يفترض يفتح، وكذلك التنسيق والتواصل مع أعيان المدن الجبل الغربي أو ترهونة بالذات كان لها الدور الأكبر في عملية فتح الطريق. نعم. والتأكيد عليه، يعني عندنا أعضاء في مجلس المصالحة عندهم تواصل مباشر مع أخوتنا في منطقة ورشفانة. نعم. فتواصلوا معهم وقروا موعد الافتتاح وفتحت الطريق بحمد الله. شكرا لك عضو المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى جمال تيتي، كنت حاضرا معنا هنا في الاستوديو، شكرا لحضورك. بارك الله فيك وشكرا. في محاولة من أهالي تورغاء النازحين بترهونة ولخلق حلول بسيطة لبعض المشاكل التي يعانون منها بمخيمهم، قام الأهالي بافتتاح عيادة صغيرة بالمخيم للمساهمة في حل بعض المشاكل الصحية. التقرير التالي وتفاصيل أوفى. أوضاع معيشية صعبة يمر بها قاطني هذه المخيمات من نازحي تاورغاء بمدينة ترهونة منذ أكثر من 5 سنوات، جعلتهم يعانون الأمرين داخل مخيمات غير صالحة للسكن ولا المعيشة. وبهدف تخفيف معاناة النازحين بالمخيم، شرع مكتب الصحة بالمجلس البلدي ترهونة بافتتاح عيادة صحية صغيرة بالمخيم تلبي احتياجات قاطني. قمنا اليوم بافتتاح عيادة تخصصية بمخيم تورغاء الموجود بشركة تتيب بترهونة، ونبارك هذا العمل بالمجهودات الذاتية من أهل تورغاء، ونبارك لهم هذا العمل، وسوف ندعمه ونشد مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر أن يقوموا بدعم هذا العمل الطيب.
الافتتاح حضره عدد من أعضاء المجلس البلدي ترهون وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وعدد غفير من أهالي المخيم، حيث ألقيت خلال الافتتاح عدة كلمات ترحيبية من قبل الحضور أشادت بأهمية هذا المرفق واحتياج المخيم له. عيادة المخيم البسيطة تحتوي على حجرة كشف وحجرة إنعاش وحجرة للحقن والجراحة وصيدلية صغيرة، الأمر الذي يجعل العيادة بشكل أو بآخر بمثابة إسعافات أولية فقط للمرضى. يعني بإمكانياتها البسيطة، يعني بدل المواطن يمشي لتمرون، احنا الآن بعض المواطنين ما عندهمش حتى سيارة، هي مبدئيا يعني إسعافات الأولية، والحمد لله يعني متوفر فيها جهاز الضغط وجهاز السكر وفيها يعني للعاشة، الحمد لله يعني أمور متيسرة يعني إن شاء الله، ونتمنى من الجهات المختصة بتوفير باقي الأجهزة حتى يتمكن المرضى من تسهيلهم بأكمل صورة يعني إن شاء الله يعني. حلول عاجلة يقوم بها بلدي ترهونة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخيرين من أهالي المدينة لنازحي تاورغاء بترهونة، والذين بدورهم ينتظرون الساسة وأصحاب القرار لإيجاد حل نهائي لمشكلتهم. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. النشرة متواصلة معكم مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن استئناف ضخ الخام من حقل الشرارة إلى خزانات مصفات الزاوية. شركة ليبيانا تطلق شبكة محمول جديدة بتقنية الجيل الرابع ضمن فعاليات معرض طرابلس الدولي. أصل السماح هو طبع الملاح، فيا بختي من يسامح. المصالحة تبني وتعمر، والحقد يكسر ويهدد. ليبيا أمنا، ليبيا النماء، ليبيا الخير، ليبيا المحبة. اللهم يا رب وحد شملنا، اللهم يا الله أنزع الغل من قلوبنا على بعضنا. ليبيا ليبيا باهية، ناسها باهيين، تريسها باهيين، أرض المحبة والخير والنماء. بحضور 60 نائبا، مجلس النواب يقرر العودة إلى طاولة الحوار مجددا، ويشترط 7 مبادئ في الاتفاق السياسي. وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي يناقشون استعادة استقرار ليبيا ومكافحة عمليات تهريب البشر عبر المتوسط. انطلاق حملة نتسامح لنتصالح لتشجير وصيانة الطرق أو الطريق الساحلي بمشاركة عدد من المكونات الاجتماعية بالزاوية. مجددا أهلا بكم مشاهدينا. أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد قرارا بتشكيل لجنة من أجل تنفيذ المادة 5 من القرار السابق للرئاسي بخصوص نقل اختصاصات وزارة النفط والغاز إلى المجلس والمؤسسة الوطنية للنفط والمتعلقة بنقل تبعية موظفي الوزارة إلى المؤسسة. ويلزم القرار اللجنة التي أوكلت رئاستها لمحمد عون مع عضوية مديري الشؤون الإدارية بالمؤسسة والوزارة بتنفيذ نقل الاختصاصات في مدة أسبوع واحد من تاريخ مباشرة عملها.
أكد مصدر بالمكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة إلى خزانات حظيرة شركة أكاكوس بمصفات الزاوية الأحد بعد فتح الصمام المغلق جنوب منطقة الريانة والذي ينتج نحو 225 ألف برميل يوميا. وكان الخط قد أغلق في 26 من مارس الماضي، هو وخط آخر للغاز يغذي محطة الرويس الكهربائية التي توقفت كافة وحداتها عن العمل جراء إغلاقه. قرار الرئاسي بشأن نقل الاختصاصات من الوزارة إلى رئاسة الوزراء لقي رفضا من المؤسسة الوطنية للنفط وإشادة دولية فرنسية، فبين من يسعى لتولي السلطة لكسب النفط من جهة ومن يساهم في تعطيل عمليات تهريب الوقود من الحدود من جهة أخرى. التقرير التالي يوضح المزيد. قرار نقل اختصاصات وزارة النفط إلى رئاسة الوزراء الصادر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاقى جدلا واسعا لدى الجهات المعنية بالأمر، خصوصا بعد تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق أنها الجهة الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بتصدير النفط. قرار الجامعة العربية نفسها يتكلم على أن لا يتم الاتصال والتواصل مع حكومات موازية أو مع مؤسسات موازية، فكان إصرارنا على أن تذكر المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. هذه التصريحات تلاها ترحيب من لجنة أزمة الوقود والغاز وتبعه آخر فرنسي على لسان وزير خارجيتها جون مارك إيرولت بأن المؤسسة برئاسة مصطفى صنعلا هي وحدها المخولة بتصدير النفط إلى الخارج. في خضم هذه القرارات والتصريحات لا تزال ظاهرة تهريب الوقود وإغلاق صمامات الغاز والنفط سيدة الموقف في البلاد، فحسب آخر إحصائية للجنة أزمة الوقود والغاز 69 شاحنة وقود محملة 40 ألف لتر لكل واحدة، أي ما يعادل أكثر من مليوني لتر، تهرب يوميا إلى تونس عن طريق بوابة ذهيبة وباعتراف وزير اقتصادها، وهذا ما يغطي ما قيمته 40% من احتياجات السوق التونسية، مع تواصل الاعتصامات وإشعال النيران وسط طرقات احتجاجا على قطع الامدادات من الوقود إلى تونس من بوابتي ذهب وبنجردان، ليبقى مصير الذهب الأسود رهينة من يحكم أولا. والآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى الفقرة الاقتصادية مع بهاء الدين الشريف. حياكم الله مشاهدينا الكرام وجولة اقتصادية جديدة. ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا الاثنين مع أعضاء إدارة شركة جوف للتقنية النفطية، ناقشوا الوضع المالي للشركة وتأخر مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى عمليات التأهيل لموقع الشركة المتضرر، وتعهد صنعلا بتقديم الدعم للشركة في سبيل الرفع من مستوى العمل وزيادة العائدات النفطية. أصدر مصرف ليبيا المركزي الاثنين بيانا توضيحيا ردا على أن المصرف أخفى منطوق وحيثيات الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس الصادر في شهر يناير 2015 في الطعن رقم 196 لعام 2014. وأكد المركزي في بيانه أن المصرف مؤسسة سيادية لكل الليبيين وتلتزم القانون روحا ونصا، وتحترم سلطات الدولة ومؤسساتها، وتحرص على أن تكون بمنأى عن الصراعات والخلافات حسب البيان. لليوم الثاني على التوالي ووسط زخم كبير للشركات في هذا المعرض، تستمر فعاليات معرض طرابلس الدولي وسط حضور شعبي لافت. التقرير التالي والتفاصيل.
أحد عشر جناحا مختلفا بين وزارية ومشروعات متوسطة وصغرى، افتتح بهم معرض طرابلس الدولي في دورته 45، وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للسينما والمسرح، وأيضا شركات الاتصالات الليبية التي كانت حاضرة وبقوة. يتجلى ذلك واضحا من ناحية فروعها وأقسامها المشاركة، والتي ستطرح خدمات جديدة خاصة في مجال الإنترنت. قمنا بافتتاح جناح شركة ليبيانا في معرض طرابلس الدولي الدورة 45. طبعا قدمنا مفاجأة للمشاركين الكرام ولمواطنين على مستوى ربوع ليبيا بإطلاقنا لأول مرة في ليبيا كشركة هاتف محمول. إطلقنا شبكة الجيل الرابع بسرعات استثنائية وغير مسبوقة تصل إلى 150 ميجا بت في ثانية الواحدة. تقديم الخدمات للمواطن ومحاولة تحسين جودة الاتصالات بجميع أنواعها وتوسيع الرقعة الجغرافية لها وإطلاق خدمة الجيل الرابع في مجال الإنترنت هو الحدث الأبرز والأهم في مشاركة جهات الاتصالات الليبية والشركات التابعة لها. الإعلان عن قرب إطلاق خدمة الجيل الرابع لتعد البديل لخدمة ليبيا ماكس لتوفرها الشركة اللي زبانها من حوالي 6 سنين، وفي نفس الوقت ترويج لباقات واجد اللي تم إطلاقها في الربع الرابع من سنة 2016. شركات تتبعها أقسام وفروع ومراكز خدمات ذات صلة ببعضها تطرح خدمات جديدة في الدورة 45 بمعرض طرابلس الدولي، ومحاضرات توعوية للمواطن من أجل وضعه في الصورة وحصوله على الإجابة الشافية في كل ما يتعلق بخدمات الإنترنت. وفي الختام مشاهدينا عودة إلى الحصاد مع الزميل محمد بوستة. إليك محمد. شكرا بهاء. توقف العمل بالوحدة الصحية ببلدة تويوة بمنطقة أوباري بسبب انعدام الصيانة للمبنى وقلة الإمكانيات أيضا أجبر الطاقم الطبي على اللجوء إلى أحد مساكن الأطباء لمواصلة تقديم خدماتهم الصحية. المزيد في نص هذا التقرير. وحدة الرعاية الصحية بمنطقة تويوة متوقفة عن العمل لأكثر من 3 سنوات متتالية، ولكن بجهود الخيرين من هذه المنطقة تبرع أحد سكان هذه المنطقة بمنزله حتى يداوم فيه الأطباء أعمالهم ويقدمون خدماتهم للمواطنين بشكل اعتيادي. خطوة تحسب لهذا الرجل على هذا المجهود خدمة للصالح العام. يعاني المركز الصحي تويوة نقصا حادا في الإمكانيات متمثلة في انعدام البنية التحتية وتهالك المبنى. مرت على هذا المبنى العديد من المؤسسات الحكومية ذات الصفة الاعتبارية واعدة بترميم المبنى وصيانته، ولكن تلك الوعود ذهبت في مهب الريح. طبعا احنا واقفين على العمل لمدة ممكن يودي 3 سنوات، لان المبنى آيل للسقوط، منهار جدا، يحتاج لصيانة. طبعا المبنى هذا انشأ في 76، اليوم عندها 40 سنة، ما فيش حد جاء صانه. تكلمنا نشدنا المسؤولين جو يجزوا في اكثر من شركه، لكن ما فيش وعود كاذبه الحقيقه. كل مسؤول يجي يقول يحتاج الصيانه، لكن ما فيش تنفيذ، يعني ما في حد ينفذ. حجرة الغفارة نالت نصيبها ايضا من الاهمال بافتقارها لابسط مقومات السلامة الصحية. ما فيهاش ضي ولا فيهاش متاريس، متاريس ما فيهاش نهائيا، حتى يعني بنستقر فيها بنخدم فيها ما فيهاش إمكانيات إن نجد مستقرين فيها هذه الحجرة.
جهود الخيرين لا تتوقف ولا تنتهي. تبرع أحد سكان المنطقة بمنزله وخصصه كعيادة مؤقتة يتم من خلالها تقديم الخدمات للسكان. يعني معقول المستشفى مهاجرين وجينا للحوش، الحوش حتى في أكثر من 60 ممرضة، يعني ما عندنا ما نجي حتى العمل الله في اللي يجي وفي اللي ما يطلع لهم. من عدم الإمكانية يعني الحوش، تعرف الحوش والشيء ناقص، لا في نظافات، دكاترة ما في، أدوية ما في، لا في مية، حتى واحد حشاك بيخش دوتية ما في. دي حكاية ما عدناش من قبل. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المريض. لقناة ليبيا بانوراما، عبد السلام العربي، تويوة. لم يبقى من هذه النشرة مشاهدينا إلا التذكير بأبرز عناوينها. بحضور 60 نائبا، مجلس النواب يقرر العودة إلى طاولة الحوار مجددا ويشترط 7 مبادئ في الاتفاق السياسي. وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي يناقشون استعادة استقرار ليبيا ومكافحة عمليات تهريب البشر عبر المتوسط. انطلاق حملة نتسامح لنتصالح لتشجير وصيانة الطريق الساحلي بمشاركة عدد من المكونات الاجتماعية بالزاوية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.